بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صلاح الحال. حديثنا اليوم معكم عن طريقة سهلة لجلب الرزق والبركة فيه، فكونوا معنا. أيها الكرام، من أجل العيش والبقاء وقضاء الحوائج يسعى الناس جميعا لتحصيل الرزق وكسب المال. لأجل ذلك يلجؤون إلى طرق متعددة وأساليب كثيرة. أولاً، لجمع المال الكافي الذي يعينهم بمستلزمات الحياة ويقضي لهم احتياجاتهم. ثانياً، ليدروا على أنفسهم العوز والبؤس والحاجة وسؤال الناس. فالمسلمون يعتقدون أن الله عز وجل قد كتب أرزاق بني آدم منذ أن خلقهم أجنة في بطون أمهاتهم، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى تكفل برزق كافة خلقه في السماوات وفي الأرض. فقد قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلمون أن هذا الرزق لا يأتي بمجرد التوكل، لذلك يأخذون بالأسباب والسعي والعمل والتعب لأجل تحصيل الرزق. وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى حث على طلب الرزق، فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن أخي الحبيب، هنالك طريقة سهلة تعين العبد على تحصيل الرزق وجلب البركة فيه. فما هي هذه الطريقة؟ هل فكرت من قبل؟ هل حاولت أن تلتزم بها؟ إنها طريق التقوى. نعم، تقوى الله سبحانه وتعالى من أهم أسباب الرزق والبركة. لذا حافظ على كل ما يلي لتعيش سعيدا. أولا، زين نفسك بلباس التقوى. ثانيا، كن في صفوف المتقين لأنهم محبوبون عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. ثالثا، قم متقيا لله حق تقاته حيثما كنت، فإنه سيرزقك من حيث لا تحتسب. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بهذه الكلمات الجميلة نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى إلى لقاء آخر وحلقة أخرى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.